بسم الله الرحمن الرحيم من جمال ديننا انه علمنا في صلتنا بالله سبحانه وتعالى كل شيء في كل موطن من المواطن في دعاء وفي رعايه وفي عنايه وفي تربيه وفي خلق نبوي كريم يحتاج الواحد فينا انه يتعلم لان احنا في كل احوالنا محتاجين الى المولى سبحانه وتعالى الانسان اذا خرج من بيته معرض لنسال الله السلامه والعافيه ربما حوادث او مشاكل او اشياء كثيره ما يعرف ايش ممكن يعترضه في الطريق، لكن في وسائل علمنا اياها النبي المصطفى تجعلنا محفوظين، نخرج من بيوتنا واحنا محفوظين ونرجع الى بيوتنا واحنا محفوظين باذن الله سبحانه وتعالى منها الادعيه والاذكار اللي علمنا اياها الحبيب المختار ما تاخذ دقيقه واحده لو الانسان واضب عليها عند خروجه وعند دخوله يعني وهي ربما ما يسمى بأداب الدخول والخروج من المنزل ما أجمل الإنسان إذا حافظ عليها ما أعظم هذا الإنسان إذا رب نفسه وأولاده وزوجته وأهل بيته على المحافظة على سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي لما شرعها هو النبي صلى الله عليه وسلم لو الله ما قلناها يترتب على هذا الأمر بالنسبة له شيء هو حريص علينا هو محب لنا هو يتمنى أنه نحن كل واحد مننا يخرج ويكون في عنايه المولى ورعايته ويرجع لبيته وهو في عنايه المولى ورعايته، حقول لكم ثلاثه كلمات ربما يستعجب الانسان، يقول معقول كل هذا الفضل مخبأ فيها ثلاثه كلمات، طبعا ادعيه الخروج من المنزل كثيره منها اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم أو, او اجهل او يجهل علي وكلنا يعرف هذا الدعاء، في دعاء لاحظت ان يعني البعض لا يعرفه وهو سبحان الله جدا مؤثر في العنايه وفي الرعايه وفي الحفظ ثلاثه كلمات انا عن نفسي استمتع كثير لما ربي يكرمني واتي بها ودائما بحرص أن انشرها بين الناس وانت حتحرص انك تاديها وتنشرها وانت كذلك حتحرص انك تواظب عليها وتاديها لانه ثلاثه كلمات يترتب عليها من الحفظ والعنايه والرعايه الشيء الكبير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل الله له ملك يقول كفيت وهديت ووقيت كفاية وهداية وقاية بثلاثة كلمات يصلح الواحد بعد كذا يخرج من بيته وما يأتي بهذا الدعاء أو ما يأتي بهذا الذكر أو ما يأتي بهذا يعني الفضل كفاية وهداية تعرف تعرفون تكملة الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي شيطان فيقول للشيطان الآخر أتقدر على هذا الرجل؟ فيقول كيف أقدر على رجل كفية وهدية ووقي فما أجمل أن يحافظ الإنسان على شيء من هذه الأذكار والأدعية حتى يخرج من بيته وهو في رعاية المولى والكفاية والهداية والوقاية ويرجع كذلك طب الواحد مننا يرجع إلى المنزل يبدأ يدخل إلى منزل كيف أدخل أنا منزلي؟ يتذكر مباشرة قول الله سبحانه وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة اول حاجة الانسان يدخل بالسلام والسلام معناه الامان فانت بتامن نفسك وبيتك واهلك حديث اخر رواه ابو داود حديث جميل ثلاثة كلهم ضامن على الله سبحانه وتعالى، منهم مين؟ رجل دخل بيته فسلم. ايش معنى ضامن؟ يعني عنايه ورعايه مضمونه من المولى سبحانه وتعالى والضامن لك الله سبحانه وتعالى. طبعا تتخيلوا الشيطان يريد ان يدخل البيت. فالانسان اذا دخل البيت كما جاء في الحديث فسلم وذكر الله سبحانه وتعالى. قال الشيطان لا مبيت لنا اليوم في هذا البيت. كم بيوت يبيت فيها الشيطان ولا نبالي، كم بيوت يرتع فيها الشيطان ولا يبالي، قتل ذلك كله حفظ لنا ولاولادنا ان يدخل الانسان الى بيته فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طب ما في احد في البيت سلم والايه سلموا على انفسكم، حتى لو ما في احد سلم لانه حفظ للبيت وطرد للشياطين، ثم بعد ان تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول بسم الله. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فقال السلام فسلم وذكر الله سبحانه وتعالى قال الشيطان لا مبيت لنا اليوم في هذا البيت ثم بعد ذلك اذا جلس على الطعام فقال بسم الله ذكر الله قال لا عشاء واما اذا دخل الانسان ولم يذكر الله ولم يذكر الله على الطعام قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء نحتاج أن نؤقلم بيوتنا وأن نؤقلم أنفسنا وأن نربيها على أداب الدخول على أداب الخروج على المحافظة على هذه الأذكار لأنه نكون بكذا إحنا محفوظين في خروجنا إلى رجوعنا وكذلك محفوظين في بيوتنا لا شيطان يدخل وبيوتكم معمورة ومذكورة طب واحد دخل بيت ما في أحد ساكن جافل يعني الخبر أن يقول الإنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على أداب النبي المصطفى وممن يحفظ بأداب النبي المصطفى فلا نخرج من بيوتنا إلا ونحن ذاكرين للمولى ولا ندخل بيوتنا إلا بذكر المولى فتعمر البيوت وتعمر القلوب بذكر الله وبحب الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المولى أن يحفظنا وان يرعانا وان يجعلنا في عين عنايته اللهم امين يا رب العالمين